أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عدم وجود أي مبرر للعقاب الجماعي الذي يتعرض له المدنيون الفلسطينيون في قطاع غزة. وفي مؤتمر صحفي له من أمام معبر رفح البري، أشار غوتيريش إلى استمرار معاناة الفلسطينيين من استمرار القصف الإسرائيلي مع عدم قدرة شاحنات المساعدات على الدخول إلى القطاع، مؤكدا خطورة تنفيذ أي عملية عسكرية جديدة لما يتسبب به ذلك من تفاقم للأزمة. يبرر العقاب الجماعي الذي واجهه الفلسطينيون، والآن أكثر من أي وقت مضى حان الوقت لإنهاء إطلاق النار، والفلسطينيون في غزة النساء والأطفال والرجال عالقون في دوامة لا تنتهي وكابوس، فهناك مجتمعات انتهت وبيوت دمرت وعائلات بأكملها وأجيال قتلت، وهناك مجاعة وعطش تتفشى في الشعب.